والحديث عن التطورات العسكرية في حلب معنا عبر الهاتف السيد غسان ياسين المحلل السياسي والصحفي. مرحبا بك سيد غسان، حدثنا عن هذا الاتفاق بين الفصائل العسكرية في حلب، هل فعلا هناك توحد بين جميع الفصائل؟ وماذا عن الموجودين من جبهة فتح الشام؟ وأنا لدي معلومات أنهم عدد قليل، ربما 350 مقاتل فقط. نعم تبدا من حيث انتهيت، بالفعل عدد مقاتلي فتح الشام جبهة مثل سابقا قليل جدا، يشكل اقل من 5% من عدد مجموع المقاتلين في مدينه حلب. بالنسبه للتشكيل الجديد بالفعل الفصائل في حلب كلها اعلنت عن حل نفسها، اي حل المستثنيات القديمه ورايات قديمه والانصهار في جيش واحد سموه جيش حلب. لكن حتى الان الخطوه في الامس اعلن عنها، لكن البيان الرسمي ننتظر اعلانه ربما اليوم او غدا بشكل واضح آلية عمل هذا الجيش، ما هي ايضا من هم القاده الاساسيون في هذا الجيش. حتى الان الامور في 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 لمساتها الاخيره، لكن المؤكد ان الضغط الراهن والضغط الروسي الكبير في هذا العدوان باستخدام كل انواع الاسلحه المحامية دوليا هو بات التوحد ضروره ملحه. لذلك ارتأت الفصائل بعد اشتداد الحصار عليها والضغط الكبير أن تتوحد من أجل مواجهة هذا والتعامل مع المعطى الجديد لواقع الميدان الجديد على الأرض. لكن إذا توحدت هذه الفصائل في ظل الهدنة التي ربما تطبق، الهدنة التي يتحدث عنها الرئيس التركي والرئيس الروسي، ما فائدة التوحد بهذه الحالة؟ سيكون هناك هدنة وبالتالي ليس هناك معارك. لا اولا لا يوجد اي بوادر حقيقيه لتحقيق اي هدنه او اي حل سياسي او وقف اعمال قتاليه، هذا واضح، الروس اعلنوها بشكل واضح وصريح. لذلك التوحد مهم جدا، لكن لنفترض انه في بعد فتره حدثت تسويه ما او تهدئه ما او هدنه ما، يبقى توحد الفصائل هو امر مطلوب ثوريا اولا، مطلوب من اجل دعم المعارضه، من اجل وقف هذه الهجمات البربريه من قبل ميليشيات شيعيه وايضا دعم روسي. لذلك بالنهايه التوحد هو مطلب اساسي سواء بالحصار او قبل الحصار او اثناء الحصار، بالنهايه هي خطوه متاخره حقيقه، لكنها الان اصبحت ملحه اكثر وهو امر جيد بالنهايه ان يتخذوا قرار جريء لحل هذه التشكيلات. طيب سيد غسان، في نقطه اخيره يعني لم تجبني عنها سابقا، ماذا عن المقاتلين من فتح الشام؟ هل سيتم اقصاؤهم؟ كيف سيتم التعامل معهم ضمن هذا التوحد بين فصائل المقاتله في حلب؟ لا املك معلومات، لكن اقول ربما انه سيتم اخراج العدد القليل من المقاتلين جبهة فتح الشام الى مدينه ادلب او الى مكان اخر، لكن حتى الان كما خبرتك قبل قليل ننتظر الاعلان الرسمي لهذا التشكيل. طيب. ننتظر، هناك بيان، هناك سيكون لديهم رؤيه واضحه سيتحدثون عنها في البيان التاسيسي لهذا الجيش، ومنها مساله عناصر فتح الشام. نعم شكرا لك السيد غسان ياسين الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف.